سالم العويس، رئيس لجنة برنامج دبي الدولي للكتابة من مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة. يعد برنامج دبي الدولي للكتابة الذي أطلق في أكتوبر 2013 برعاية من سمو الشيخ أحمد بن محمد المكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة لدعم المواهب الأدبية والثقافية من خلال تمكينهم في البحوث والعلوم وصقل مواهبهم والوصول بهم إلى العالمية. تأتي مشاركتنا مع المملكة العربية السعودية كأخوة مشاركين في هذا المعرض، ودولة الإمارات ضيف شرف في هذا المعرض، دليل على الأخوة والتآخي ما بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.